ايه احنا كنا ده حلينا كم واحدة؟ الأولى بس حلينا ولا الأولى والثانية؟ ايه؟ لحظة اشوف كده في البتاع التانية يا مستر. حلينا حلينا الثانية؟ الأولى، حلينا الأولى والتانية، تقريبا حلينا وقفنا الأولى عند والثانية التالتة. حلينا الأولى والتانية والتالتة، وقفنا على التالتة. والثانية. يعني علينا نمبر 4. طب يلا يا تسنيم نبدأ من نمبر 4. اقرأي تمام ونشوف يعني هنحل ازاي. تمام ايه My friend Ali decided to travel to Dubai to work there and earn enough money for his family. When he left Egypt, his mother became so disappointed. She also became ill because she missed him so much. On hearing this bad news, he decided to travel his work and return to Egypt. His mother was very happy and got better when she saw him. انت قلتي التالتة هتبقى ايه؟ Saw him. ماشي. On لا hearing. اللي هي On سي hearing. تبقى ايه؟ On hearing. On hearing. سمعت. طبعا الاولى وين نقلت التاني ليه؟ عندي جملتين في زمن الماضي البسيط، جملتين مكتملتين، يبقى انا محتاج رابط. اما وان الجملتين ماضي بسيط يبقى انا محتاج وين. دي اول نقطة. النقطة التانية هو بيقول لي هي تعبت، افتقدته كثيرا، يبقى هي تعبت بسبب ان هي مفتقداه. طب يبقى انا عندي هنا جمله سبب، يبقى لازم انا اجيب بيكوز. هيرين بقى احنا كنا خدنا واحنا بنشرح زمن الماضي البسيط ان وين بيجي بعدها ماضي بسيط وبيساويها اون، بس اون بيجي بعدها الفعل في اخره اي ان جي، فبقيت اون هيرين باد نيوز. هو قرر ان هو يسيب شغله ويرجع لمصر. طبعا مامته كانت سعيده وتحسنت لما شافته. فانا عندي سو فاعل بعد الفعل اللي بيجي مفعول، ده المفعول اللي هو ايه؟ اللي هو هم. شكرا يا تسنيم حبيبه. علي صوتك شويه حبيبه واقرأي نمبر 5. He was driving home after work. He was driving quickly. Suddenly, out of nowhere, a young man. Was تمشي was out in front of her. في طبعا ادق من was هنقوله، بس خلاص ممكن تمشي was. Was out in front of him. He was wearing a dark colored raincoat and backpack. ليه حقيبة ظهر؟ هو يعمل ايه في حقيبة الظهر يا حبيبة؟ والحبل الشنطة يشتلها صح؟ طب يشتل يعني ايه؟ زي ايه؟ زي بسامة يشتري. مش احنا قلنا ان باك معناها حقيبة الظهر. هو يعمل ايه في حقيبة الظهر؟ يبقى شايلها. يبقى انا عايز فعل معناه يشتال، يحمل حقيبة بقى. يحمل يعني ايه؟ والله ما اللي سامع صوتك الكلمة دي تحديدا مش سامع صوتك خالص. كاري يا حبيبي. كاري تمشي كاري، برضه في فعل تاني ادق بس تمشي كاري، بس كاري مش هتبقى كاري، هتزود لها اي ان جي. ليه؟ بداية الجملة بيقول لي هي واز ويرينج، يبقى الفعل الأول كان يرتدي. يرتدي ده كان فيه في اخره اي ان جي، كان بيرتدي معطف اند، وكان يحمل باك باك. اهي كان اللي انت جبتها دي برضه تحط لها اي ان جي عشان بعد اند، واللي قبل اند الفعل اللي قبلها فيه اي ان جي، يبقى اللي بعد اند برضه يكون فيه اي ان جي. تمام؟ There was nobody there. She ماشي. هي رقم بيها تبقى ايه؟ كاريين، بس محدش يكتب دلوقتي لان لسه هعدل على الكلام اللي بيتقال. يلا كملي. She was still. انت
انت ليه صوتك واطي كده يا حبيبه؟ انا مش سامع حاجه. علي صوتك ما دام المايك فيه مشكله، علي صوتك اتفضلي. She was still ها she was still from the man when the Lord River stop. يعني هي الجمله بتقول لي ايه يا حبيبه؟ هو دلوقتي هي كانت سايقه البيت بعد الشغل، فكانت سايقه بحرص، فجأة في رجل ظهر قدامها. هو كان لابس رين كوت معطف ملون، وكان لابس حقيبة ظهر. فهي وقفت العربية وخرجت، وخرجت بقى العربية. لدهشتها ما كانش في حد هناك. هي كانت ما زالت بتعمل ايه للرجل لما في سائق قام جاي موقفها وطلب منها ان كانت هي محتاجة مساعدة. هو الاول شدها راجل لابس معطف وشايل حقيبه ظهر، فلما وقفت العربيه وخرجت ما لقتش الراجل، فبدات تعمل ايه عنه؟ بدات تبحث عنه. انا محتاج هنا فعل في اخو اي ان جي يجي بعد واز، ومع فور محتاج فعل معناه يبحث. يبحث عن، يعني ايه فور؟ حد يعرف؟ looking. looking. She was still looking يا حبيبه. لوك وحط لها اي ان جي، لوك فور يبحث عن. ففي سائق لوري وقفها، ما ينفعش سيرش، لان سيرش والله ممكن تنفع سيرش فور، بس سيرش ادق، يبحث عن معلومه. اوكي ادق يعني، بس لو استعملتها هنا مفيش مشاكل برضه تمشي. لما في سائق تاكسي وقفها وطلب منها انها محتاجه مساعده، كملي يا حبيب. She told. مستر. ما؟ أيوة. يا حبيبة راحت مني فين؟ انتهت مني فين حبيبة؟ مشيت. ثواني يا روان بعد إذنك، ثواني. حبيبة. كملي جملتك يا حبيبي. ها سين يعني بدأ صح؟ من أول she told him what had happened. كملي بقى. She told him what had happened. He right. حلو، اقف هنا بقى. هسألك سؤال يا حبيبة، أنا عايز إيه في النقط؟ Was بيجي بعدها فعل في اخر اي ان جي. انا ما قلتش كلمه ايه، انا بقول عايز كلمه نوعها ايه. عايز كلمه نوعها ايه؟ هل نوعها فاعل؟ نوعها فاعل، وان كانت نوعها فاعل فانا محتاجه فعل مساعد، ولا انا محتاجه فعل اصلي، ولا انا محتاج صفه، ولا انا محتاج حال، انا محتاج ايه؟ لو كنا بقى ذاكرنا التأسيس فعلا اللي قلته لكم المره اللي فاتت ما كناش هنفكر كتير. كنت وش كده هتقولي لي الجمله بتبدا بفاعل اسمه هي، بعد الفاعل فعل مساعد اللي انا محتاجاه هنا، لان بعد الفعل المساعد بيجي فعل اصلي. مين الفعل الاصلي؟ اللي هو سيم. طب كلمه سيم دي معناها ايه؟ يبدو. طب يبدو ده فعل؟ ايوه. طب لما يكون عندي فعل، طب الفعل ده مضاف له اس؟ لا. مضاف له اي ان جي؟ لا. مضاف له اي دي؟ لا. يبقى الفعل ده في المصدر، محدش يقاطعني. محدش يقاطعني ومحدش يتجرأ ان هو يفتح مايك من غير ما ينفع ايده. تاني، ممنوع المقاطعة. ممنوع انك تفتح مايك بدون to raise your hand. انا برد على اي حد فيكم. أنا وقفت الحصة اللي فاتت كاملة ردًا على استفسارات وبدأت تأسيس من الأول. هيبقى في نقطة نظام. محدش يتجرأ إن هو يفتح مايك من غير ما ينفع إيده. أكمل كلامي وبعد كده اللي عايز حاجة هشوفه عايز إيه. عشان لما أبقى أنا لسه متكلم في الكلام ده المرة اللي فاتت وإحنا مفيش اهتمام
طب ازاي؟ اللي هي فاعل، بعد الفاعل جاي نقط، بعد النقط جاي كلمه، كلمه دي اسمها سيم. انا بقى قلت معناها يبدو، يعني ده فعل. طب هل في اس؟ لا. في دي؟ لا. في اي ان جي؟ لا. يبقى ده فعل في المصدر. طب انا عندي فاعل ونقط وفعل في المصدر، يبقى انا عايز فعل مساعد بيجي بعديه فعل في المصدر. طب في القاعده اللي احنا خدناها فعل مساعد بيجي بعديه فعل في المصدر؟ احنا خدنا قاعده اسمها زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط في النفي بجيب didn't وفعل في المصدر. كده يبقى انا مذاكر. بخلاف كده لا. يبقى هي didn't seem، لم يبدو عليه الاندهاش، وقال لها ان كان في حادثه على الطريق وفي راجل تم دهسه. يبقى انت شفت العفريت بتاعه بقى. اقول بقى من الاول. A young man came out. came out يعني ظهر. came out ودي ادق من be out او من was out. يبقى الاولى came out. الثانيه and was holding. لما الواحد يبقى شايل حاجه في ايديه او فوق ظهره بجيب hold احسن من carry. كمان معناها يحمل ما بين ايديه او يحمل فوق دماغه. اوكي؟ يحمل بين ايديه، طب هي في كفه ايدك يبقى يو هولد، ام هولد ان بن، انا ماسك قلم مثلا. يبقى هولدن دي الثانيه. الثالثه لوكينج. ثالثه لوكينج. الرابعه ديدنت. الرابعه ديدنت. قولي يا روان. وبعد كده الناس اللي بتيجي متأخر دي ما تجيش متأخر. أنا بعد كده هبدأ بالظبط، مش هتأخر عن بالظبط. وهقفل المحاضرة وعشرة. هبدأ بالظبط وهقفل خانة الحضور وعشرة. فكل واحد يلتزم إن يكون موجود بالظبط. قول لي يا مروان عايز تسألي في إيه؟ طب هو مستر الكتاب اللي هو 22 2022 ده فين بالظبط؟ أنا كل مرة تسأل نفس السؤال. أنا كل مرة بتسأل نفس السؤال، وكل مرة بقوم جاي عامل نفس الحاجة. والآخر مرة للأمانة أنا هعمل نفس الحاجة. إيه بقى نفس الحاجة دي اللي أنا هعملها؟ خليكم معايا ثانية بقى. لكم معايا ثانية. حتى قلت لكم كلكم ضغطتوا على اللينك، قلت له ايوه. مروان بص على الشات. تمام انا وصلنا يا مستر. اضغط على اللينك بقى. اتفضل يا محمد يا صلاح اسال. مستر انا عندي سؤال، هو ايه الفرق ما بين الماضي بسيط والماضي مستمر؟ الماضي بسيط مش هو بيحكي على فتره زمنيه محدده والفتره دي لو اتعدت يبقى ماضي مستمر؟ بقول لك الفرق تاني رغم ان احنا قلناها على مدار حصتين ثلاثه. ماضي بسيط يعني قبل انت ما تسال السؤال ده يا محمد، يعني بص اللي بيبقى عنده سؤال بناء على قاعده قبل ما يجي يسالني يتاكد ان هو قرا القاعده تاني. ليه؟ لان انا هضطر دلوقتي اقوم جاي اسالك سؤال يا محمد، ايه هي استخدامات الماضي البسيط وايه هي استخدامات الماضي المستمر؟ عرفت ترد عليا استخدامات ده ايه واستخدامات ده ايه؟ اصلا اوريدي انت هتبقى عرفت الفرق ما بينهم. ما عرفتش يبقى معنى كده انك بصيت على المضارع على الماضي البسيط وما فهمتش استخداماته او نسيها، وهكذا الماضي المستمر. انا بقول لك الفرق الرئيسي ما بين الاثنين.
الماضي المستمر استمر لفترة مؤقتة في الماضي، واستمر الفترة المؤقتة في الماضي القريب مش في الماضي البعيد. حتى أنا في الشرح قلت لكم كده، في فرق ما بين مقول من سنة 90 لسنة 95، وفرق ما بين بقول من الساعة 5 لحد الساعة 10. من 90 ل 95 ده ماضي بسيط. ليه؟ حدث بدأ وانتهى في الماضي. يا مستر ده استمر الخمس سنين بس ده ماضي بعيد، واستمر لفترة سنوات يبقى ده ماضي بسيط، حدث بدأ وانتهى في الماضي. ولو في عدد في الماضي بجيبها في زمن الماضي البسيط. ولو في كمان احداث بتتتابع بعضها في الماضي، يعني انا صحيت ودخلت حمام واكلت وشربت ولبست ورحت المدرسه، كل ده ماضي بسيط. الماضي المستمر بيعبر عن حاجه كانت بتقع في وقت معين في الماضي. الساعه 2 امبارح كنت بذاكر، ده ماضي مستمر. من الساعه 3 للساعه 7 كنت بلعب كوره، ده ماضي مستمر. وانا بذاكر والنوم قطع، ده ماضي مستمر. وانا بذاكر ماما كانت بتطبخ، ده ماضي مستمر. كل دي احداث استغرقت وقت في الماضي القريب. احداث استغرقت وقت فين يا محمد؟ الماضي القريب. يبقى دي ماضي مستمر. عرفت الفرق ما بين الاثنين؟ اه تمام. اوكي. قول يا روان خلاص بتهيألي احنا. اخر واحد كان مجاوب مين؟ كان تسنيم صح؟ قول لي يا ابرار. انا بس اللي مش هيبقى متابع معاه بسرعه كده اقوم جاي اقلب على اللي بعده على طول. ابرار مش موجود. طب يلا يا حبيب، حبيبه قالت يلا يا روان. مروان ما بتردش، يلا يا سيف. مفيش سيف، يلا يا سيف. يلا. انت سمر. قول الإجابة على طول، لو حالل قول الإجابة على طول. نمبر 1؟ A tracking، صح كده؟ اه. ماشي، نمبر 2؟ ليه كل التفكير ده؟ ليه؟ نمبر 2؟ نمبر 2؟ آخر نداء نمبر 2؟ مفيش نمبر 2 عند سيف، اللي بعده سيف. عبد الرحمن. Hey Mr. نمبر 2؟ Open the letter to the house and ثواني بقى، سؤال بقى مهم كده، ثواني 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 بقى. مين ما عملش الواجب؟ هو انا عملته بس في حاجات تختلف. نمبر 2 انا حللها عندي في الكتاب بتاعي. طيب احنا قلنا انا بعت نسخه، انت جاهز مذاكر من النسخه القديمه صح؟ أوه. لا مذاكر النسخه الجديده بقى اللي انا بعت لينكها. اوكي حاضر. انا مستر حليت في الكتاب القديم. انا حلل من نسخه 2021. يا جماعه وانا مش بعت لكم الكتاب يا جماعه، يعني الكتاب الجديد ده مش بعت. يا مستر حضرتك كنت بعته لنا 2021. طب ماشي، بس بعد كده بعت لكم الجديد، يعني كلكم حلين من 21؟ لسه بعته لنا واحده واحده. كلكم حلين من 21؟ لا من 21. لا انا من 21 بس. طيب اللي حل من 21 يرفع ايده، بس عشان ننتهي من الكتاب. اللي حل من 21 يرفع ايده. شوف كم طالب حل من 21. ها طب معنى كده ما رفعش ايده وحل من 22؟ مصر هو بتفرق من 21 هو كل الموضوع. طيب ماشي، احنا هنحل من الكتاب اللي احنا فيه ده، كل واحد هياخد فرصه ان هو يقرا، بس ننجز عشان نلحق نشرح حاجة. ننجز عشان نلحق نشرح حاجة. وأنا بعت لكم اللينك، وأهو كمان اللينك أهو. أنتوا الجروب بتاعكم مش اسمه كليك بيتهيألي على الواتساب. صح كده؟ أهو.
مستر انا بعت لحضرتك اسمي ورقم عشان تسجلني على الجروب، وانت حضرتك ما دخلتنيش. انا ما دخلتكش. رقمك اخو كام يا ابني؟ ايه رقمك اخو كام؟ 3-6. معلش يا مستر، هو في جروب انجليزي؟ في جروب زمايلك عاملينه؟ مستر وانا كمان مش استاذ اللي انت بتقول ايه؟ انا كمان مش في الجروب. طب ثواني بس عشان هبعت لكم لينك الجروب حالا. وانا مش في الجروب. ده في ده. طب مين المشرف اللي اخو 63 ده؟ بيعمل لي مشرف بقى على المجموعه. في مشرف اخو 0063، مش عارف ده موجود ولا لا. ايه انهي بس في البنات؟ ايه هو الجروب ده؟ ايه مش الجروب ده للناس كلها ولا الجروب ده بتاع بنات بس؟ لا في بنات بس، بس احنا عاملين ده بنات بس. اه في بنات بس. نعمل الولاد جروب، حد من الولاد ينشئ جروب ويبقى يضيفني فيه. تمام يبقى حد يعمل جروب على الواتساب ويبقى يضيفني فيه. خلاصة القول، كله ينزل ايده بقى بعد اذنكم. كله ينزل ايده بعد اذنكم. ماشي. مين اللي كان بيجاوب؟ اقرا اساف بقى وجاوب، بما ان خلاص بقى الدنيا مختلفة. اقرا اساف يلا. تمام. The thief ladder entered the house and cleared out the window. Thief. Leaned. Lean. Okay. يعني ميل. Three. We should buy a ticket for the show soon as there are only a limited number. Limited. Okay. جدع. Four. A lot of the buildings in our city had to be rebuilt. After rebuilt. ممتاز. Five. Tourists visited natural parks to view and to help them. Life cycle. يعني انت جاي على اسهل جمله يا سيف، يعني انت حليت كل الصعب وجاي على اسهل جمله. السياح بيزوروا الحدائق الوطنيه عشان يشوفوا ويصوروا ايه؟ الحياه البريه اللي موجوده فيها. Wild life. Wild life. Wild life. Wild life في المواطن الطبيعيه بتاعتها. شكرا يا سيف. عبد الرحمن. أي مصر. يلا يا حبيبي اقرأ وحل. نمبر 6. No prize. Included. ايه؟ Included. Included. احنا في رقم كام؟ نمبر 6 included صح؟ اوكي included. نمبر 7. Space a flight to London to visit his uncle. He booked. Booked. Number 8. We don't want to interfere. Space flight. مش عارفة. بقول لك احنا مش عايزين نتدخل. انترفير يا عبد الرحمن معناه ايه؟ عايزين مش عايزين نتدخل بقى في الشؤون الداخليه للدول الثانيه. شؤون داخليه يعني internal affairs. شؤون داخليه يعني ايه؟ internal affairs يعني شؤون داخليه. internal affairs. وصلت؟ يلا 9. I no longer sleep late as a space runner was still a young man.
amused. لا وقفنا في الحته دي used to. Used to one. ايه used to. used to ليه؟ لان amused ديت بتيجي في المضارع، وانا هنا بقول لك انا ما عدتش بنام متاخر زي ما كنت متعود. متعود وانا صغير يبقى جيب used to. number 10 كمل. لحد 10 اتفضل. Day one, my son was trying to walk, to catch the bus. It's dropped. He dropped. Okay. شكراً يا سيف. طيب. ولا مين ده كان عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. طيب ماشي. خلينا ناخد من تحت شوية بقى. نور رامي. تفضلي يا نور. أول كنت رافع إيدك كنت هتعمل عندك سؤال. لا هو انا كنت بس بقول على موضوع التاخير النهارده، كان علينا فيديو فتاخرنا. يعني انتوا عندكم اصلا محاضره قبليه؟ طيب مش ما خلاص هنسيب لكم 10 دقايق. انا قصدي يعني عشان كان غصب عننا مش قصد. يلا حسن. اللانش was doing my school homework was preparing. اجابتك صح؟ طب بص معاكي انك عايزه زمن مستمر. تمام يا نور. بس انا عايزك تسالي نفسك هل في جمله تانية مستمره ولا لا؟ لا لا. في الاختيار الثالث بيقول ايه يا نور؟ was being prepared. طب ده زمن ايه؟ ماضي مستمر. ماضي مستمر مبني للمجهول. ماضي مستمر ايه؟ مبني للمجهول. يبقى انا اسال نفسي هل انا محتاج ماضي مستمر معلوم ولا ماضي مستمر مجهول؟ ده بناء على ايه؟ الكلمه اللي في الاول. الكلمه اللي في الاول بتقول لي ايه؟ our lunch. طب اللانش اللي هو الغداء ده بيجهز حاجه ولا هو اللي بيتجهز؟ لا هو اللي بيتجهز. يبقى انا عايز معلوم ولا مجهول؟ مجهول. الله ينور عليك. فتبقى الاجابه was being. الله ينور عليك. was being prepared. اوكي نكتفي بجمله لكل واحد دلوقتي، والناس اللي قالت دي هتقول تاني هنبدا بقى المره اللي جايه. مواد اتفضلي يا مواد. مواد مواد ما بتفضلش. طب ملك اتفضلي يا ملك. تفضلي يا مال. I never to play any musical instrument. الإجابة تبقى be learning. احنا في رقم 12 يا مواد. 12 طيب ماشي. هتبقى was thinking. طبعا was thinking. كنت بفكر في جملة تانية يعني بينما كنت بسوق كنت بفكر. الاثنين كانوا مع بعض. وطبعا انت قلت 12 قلت 13 هتبقى ايه؟ قلت 13 تبقى learned. learned اللي هي literally. ماشي شكرا يا مستر. ايوه هي اجابه رقم 13 هتبقى ايه؟ 12 بس هتبقى ايه؟ 12 هتبقى was thinking. طب انا ليه قلت was وانا عندي في الجمله الاولى was برضو؟ انت كده بقى نسيتي الاستخدام الثالث لزمن الماضي المستمر. اللي هو بيستخدمه في نفس الوقت ولا مش حدثين في نفس الوقت في الماضي. طيب انا وانا بسوق كنت بفكر، يعني الحدثين كانوا مع بعض. لان التفكير ده بياخد وقت. التفكير ده بياخد ايه؟ وقت. فالاثنين كانوا مع بعض يا هوان. تمام اوكي. طب قولي يا هوان بقى عشان انا ما كنتش سمعت لك صوت، قولي الجمله 14. I never لا مش I never دي خلاص قلناها learned ماضي بسيط. 14 بقى. I last watched an Egyptian film while I was years old. لا when صح؟ لأن أنا لما أعبر عن العادة يعني حاجتين حصلوا في ماضي بسيط بجيب when. شكرا يا روان. مهند اتفضل يا مهند.
مهند وبعد كده مصطفى. موجود يا باشا. قول يا مهند. رقم كم؟ 15 يا مهند. 15. I couldn't go out with my friends as I I was helping. ما قدرتش اخرج لاني كنت بساعد. شكرا يا مهند. مصطفى. مصطفى. تفضل يا مصطفى. تمام. working till 10 p.m. isn't a problem. I am used to. الاولى. الاولى. جدع. خلينا نفسر ليه عشان لو في حد من زمايلك مش فاهم. بيقول الجمله بتقول انا بشتغل لحد الساعه 10 دي مش مشكله. يبقى الشغل لحد الساعه 10 ودي مش مشكله. الجمله دي مضارع ولا ماضي؟ ها مضارع ولا ماضي؟ مضارع. مضارع. يبقى العاده فين؟ مضارع. مضارع. عشان كده قال لك حد. سمعت حد قال مش فاهم مين؟ مين يقول لي؟ لا بس ما حدش قال. تعرف حد قال جاي. سمعت غلط. يبقى الشغل لحد الساعة 10 مش مشكلة. يبقى هو مش مشكلة في المضارع. يبقى العادة دي في المضارع. هو بيقول لي I am used to finish late. أنا متأخر أو أنا متعود إن أنا أخلص متأخر. طب إيه الجملة اللي في الآخر بيقول لي أنا عملت ده في آخر وظيفة ليه أيضا؟ ما هو خلي بالك أنت بتقول لما أنت بتعبر عن العادة في الحاضر، ما العادة في الحاضر دي أنت عملتها إمبارح وبتعملها النهاردة وهتعملها بكرة. فبديهي العادة اللي في الحاضر دي لها جدر في الماضي، بس بادئة في الماضي المستمر. بادئة في الماضي وإيه؟ المستمر. مستمر. العادة. العادة مستمرة. عايز أسألكوا سؤال، يعني إيه كلمة عادة؟ كلمة عادة يعني إيه بالعربي؟ يعني حاجة متعود عليها. حاجة اللي متعود عليها إمتى؟ حاجة بيعملها كل يوم. روتين يعني. من ضمن الأيام دي إمبارح مثلاً؟ يعني مش من ضمن الأيام دي إمبارح؟ صح؟ والنهاردة؟ صح؟ وهيبقى في بكرة إن شاء الله؟ يبقى العادة لها جذر في الماضي. بس الفرق في إيه؟ الفرق إن العادة دي لسه شغالة. العادة لسه ايه؟ شغالة. فانت ما ينفعش تقول لي used to finish اللي هي الاجابة التانية. لان used to finish دي معناه ايه؟ انا اعتدت ان انا اخلص متأخر وخلاص انتهيت. انا ما قلتش بخلص متأخر. والكلام ده غلط. ان هو بيقول لي انا لسه بخلص متأخر. يبقى لو العادة بدأت في الماضي ولسه مستمرة في الحاضر بجيب ام او اس او ار used to الفعل في اخره اي ان جي. مادام بدأت في الماضي ولسه مستمرة فين؟ في الحاضر. طب لو العادة ما عادتش موجودة يعني خلاص كانت في الماضي وخلصت ما عادتش بعملها خالص 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 اجيب يوز تو الفعل في المصدر. اوكي اخر حاجة هنحلها. موج محمد صلاح. ايوه يا مستر. موج. في موج محمد. اتفضل يا موج. مروج. when I was at school, I was fond of reading short stories. My teacher was friendly with me and advised me to read more. To go to the school. اتعودت بقى يعني كنت متعود اروح المدرسة عادة اهو صح؟ اعتاد ان في الماضي يعني ايه؟ ها؟ حد يفكرها اعتاد ان يعني ايه؟ I used to. Used to. اعتدت ان انا اروح المكتبة واستلف كتب.
شكرا يا مواد. قولي يا فاطمة ولا يا موجع فاطمة محمد. أيوة من أول my teacher من أول I used to go to the library and borrow books full of short stories in English. من أول نقطة الثالثة بقى. لحظة. I finished reading library and borrow books full of short. Finish reading the book. Finish reading the book. اختصرتها اللي تحت. I took it back to the library. We all liked our librarian as he was very kind. As a hot. في الثالثة حط. لحظة. عندك جملتين مكتملتين. يبقى أنا محتاج جملتين مكتملتين. يبقى أنا محتاج مستر إحنا في نقطة سي ولا دي؟ سي الأول. هو أنت ما قلتيش سي فيعني إحنا في سي دلوقتي أكيد. دلوقتي أكيد في سي لأن إحنا ما قلناش سي. وين؟ طبعا وين عندي جملتين مكتملتين في الماضي البسيط أبقى عايز وين على طول. يعني لما بخلص قراءة الكتاب برجعه لأمين المكتبة. كلنا بنحب أمين المكتبة عشان هو طيب معانا. القصة كلها بقى إنك تبقى عارفة إن كايند بتاخد حرف الجر إيه. كايند بتاخد حرف الجر طيب نعم. كايند تو. يبقى الأولى my teacher was friendly. الثانية I used to اعتدت أن. الثالثة when I finished. الرابعة kind to us. هنتوقف عند ذلك القدر من الحل اليوم عشان نلحق ناخد حاجة. أيوة هو مش ممكن تكون kind with us. لا هي kind بتاخد to. مش كل مع تبقى kind with. ممكن في spoken English تمشي إنما في written English kind to. تمام أوكي. هنقرأ كلمات الدرس الثالث والرابع. ايه يا اولاد محدش يوشوش نفسه. محدش يوشوش نفسه. بتقولي انت ايه بقى؟ بتكلمي حد جنبك ولا بتكلمين انا؟ شكل حد بيكلم حد جنبه وفتح مايك ومش عارفه بيكلم مين اصلا. انا بس هي بتقول حضرتك صفحة 35. صفحة كام؟ 35. يعني بتقول لحضرتك كده مالها صفحة 35؟ ما انا قلت دي فيها ترجمه. لسه احنا ما اتكلمناش ازاي نترجم اصلا. يعني جزء السكيلز ده لحد ما نخلص الوحده الاولى مش هناخده الا بعد انتهاء الوحده الاولى ان شاء الله. جزء ايه اللي برضه بيتكلم نفسه ولا انا سامع اي حاجه؟ اللي صوت المايك عنده واطي يا يكتب يا اما ما يقولش حاجه. المهم هناخد الدرسين الثالث والرابع. والمره ديت هقول لكم ازاي بقى هنسمع المره اللي جايه. وانا ممكن كنت قلت لكم قبل كده بس نقرا الكلمات الاول. لا كنت قلت لنا نعم بقول حضرتك كنت قلت لنا ازاي نسمع. ماشي بدايه بقى من المره الجايه يبقى تسميع لان مفيش وقت للتسميع النهارده. بس كل واحد يذاكر اللي عليه لان هقفشك في اي كلمه في اي وقت. واسمعوا نطق الكلمات كويس. اكتر Ancient, beautiful, boring, busy, calm, crowded, ecstatic, modern, new, noisy, old, peaceful, quiet, relax, relaxing. Actually, amazing, away, awful, balcony, brilliant, castle, cheap, cry, expect, fascinating. ممكن تعالي تكتب شوية صوتك واطي. أقول تاني. أنا بقول بس صوتك واطي. أقول تاني.
Actually. Amazing. Away. Awful. Balcony. Brilliant. Castle. Cheap. Cry. Expect. Fascinating. Gardening. Glad. Go. Happy. Lettuce. Lettuce. Resort. Steel. Teenager. Temple. Tiny. Try. Underwater. Adventure. Break. Distance. Echo trap. Explorer. On board. Paradise. Stressed. Support. Unusual. Be stuck. Have a holiday. Go away. Make good use of. Most of the time. Busy with. Dive with. Take photos. Interested in. Over the moon. Walk around. Live in. Loads of. On balcony. طبعا الصفحتين دولت معانا حفظ. طب انا ما بعرفش احفظ كتير. يعني شايف اللي انت قلنا ده كتير. اعمل ايه؟ احفظ اول حاجه الكي فوكاب مع اخر حاجه اللي هي expressions و phrases و prepositions. احفظ الاثنين دول الاول. خلاص انا حفظت دول اكمل بقى. عشان ما حدش يقول لي مثلا اصل التسميع كتير، ده لسه في جزء انا ما اديتهولكوش، لسه ما اديتلكوش الجزء ده اللي هو الديريفيتيفز اللي انتوا لازم تقرؤوهم هم والورد والسينونيمز والانتونيمز، ودولت من اهم الجداول الكلمه والمضاد والكلمه والعكس، عشان انت عندك سؤال كامل عباره عن خمس اختيارات بتختار منهم اثنين صح. يعني هيجي لنا سؤال تشوز فيه خمس اختيارات تختار اثنين صح. السؤال ده قائم على ايه؟ قائم انك تبقى عارف السينونيم وتبقى عارف الانتونيم، تبقى عارف المضاد وتبقى عارف المضاد. طبعا التشيك بوينت ده معانا واجب. ركزوا معايا بقى. This is me. مستر هو واجب؟ نعم. واجب صفحة كام؟ ادي أول حاجة حددناها اهوت التشيك بوينت نمبر 1. في صفحة كام؟ في صفحة 40. ده أول حاجة حددناها اهو. This is me on our hotel balcony. ده أنا في البلكونة بتاعت الفندق بتاعتنا in شرم الشيخ. في شرم الشيخ. It's brilliant. الجو عظيم هنا. And there are loads of things to do. يوجد الكثير من الأشياء لكي تفعلها. شفتوا؟ Loads of. It's loads of دي معناها كثير من، بتساوي a lot of او بتساوي lots of. فنزود عليهم كلمه loads بقى. I'm over the moon. Over the moon ده expression معناها انا سعيد جدا. Visiting Egypt ان انا بزور مصر. The weather is really hot. الطقس حار جدا. So we spend most of the time in the water. احنا بنقضي معظم الوقت في الماء. My sister and I are learning to dive with other teenagers at the resorts. أختي وأنا بنتعلم. طب إزاي I جاي بعدها R؟ الـ I مفترض بتاخد M. الـ I جاي بعدها R لأن جاي قبلها my sister. فأختي وأنا يعني we، يعني نحن. عشان كده في R. بنتعلم إزاي إن إحنا نغوص مع بعض الـ teenagers، مع بعض المراهقين. At the resort, في المنتجع. I love diving. أنا بحب الغوص. It's so relaxing. هو مريح جدا. And you can see all these amazing fish in the sea. بتشوف كل هذه الأسماك المذهلة في البحر.
I want to get an underwater camera. أنا عايز أجيب كاميرا للتصوير تحت الماء so I can take photos of them. عشان أخذ صوري. Last week عطلة نهاية الأسبوع أو في الأسبوع الماضي we were in Luxor. كنا في الأقصر and visited the ancient temples. وزورنا بقى المعابد. Temples المعابد. I'm not usually interested in. طبعا interested بتاخد إن معناها مهتم بيه. History. أنا مش مهتم بالتاريخ. But I actually found them fascinating. بس أنا بلاقي القصص التاريخية fascinating. أو أنا بلاقي المعابد. المعابد تحديدا مذهلة. ساحرة. خلابة. And I'm really glad we went there. وأنا مبسوط اللي إحنا روحنا هناك. They're reading text number one. أيوة اسألي. معلش بس يا مستر معنى سحر أو خلاب حضرتك بتنطقها إزاي؟ Fascinating. 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 عايز أقول لك على ملحوظة في النطق بمناسبة إنك سألتي. السي في غالب أحوالها مش بتتنطق سس. بتنطق اللي هي حرف الكي يعني. إلا في ثلاث مواضع. إلا في كم موضع؟ ثلاث مواضع. إيه هم بقى الثلاث مواضع دول؟ إن يجي بعد السي I زي اللي أنت شايفها دي كده fascinated أو زي السينما على سبيل المثال أو يجي بعد السي E زي كلمة cell. cell دي اللي معناها خلية أو معناها زنزانة C-E-L-L أو يجي بعد السي Y زي cycle. cycle اللي معناها يركب دراجة. لقيت بعد السي اي او اي او واي انطقيها صوت السين عادي. اي حرف تاني انطقها كاف الا طبعا السي اتش بنطق شهي يعني. تمام تمام يا مستر. day 10 of my summer holiday. ده النص القراءه التاني. اليوم العاشر من الأجازة الصيفية بتاعتي. I'm so bored. حاسس بالملل. All my friends are away or busy with their family. كل أصدقائي يا إما مسافرين يا إما مشغولين مع العائلة. I'm stuck. I'm stuck يعني أنا عالق. عندي أشياء كتير بعملها. وعلى فكرة تحتمل معنى مادي ومعنوي. عالق دي يعني ما عنديش وقت. أو عالق دي أنت قاعد في أزمة مرور والعربية بتاعتك اتزنقت ومش عارف تخرج. يبقى دي stuck بره. At home, the weather is awful. الطقس فظيع. And there is nothing to do. أنا ما عنديش حاجة أقدر إن أنا أعملها. Last week, الأسبوع اللي فات, I went to stay with my grandparents. أنا رحت عشان أقيم مع والدي for a few days. لقليل من الأيام. Which was nice. كان الأمر لطيفا. But they live in a tiny village. عايشين في قرية صغيرة جدا with no shops. مفيش فيها محلات. I was helping granddad. أنا كنت بساعد جدي الماضي المستمر in his garden. Most of the time. معظم الوقت. He grows all his own vegetables. هو بيزرع كل الخضروات بتاعته. He says it's cheaper than buying them. هو بقى بيزرع في الحديقة بتاعته الخضروات وكل ده أرخص كتير. من أنا اشتريها. Maybe I'll try and grow some lettuce. ممكن أحاول أزرع بعض اللتس بعض الخس in our garden في الحديقة بتاعتنا when it stops raining لما الجو يتوقف عن الإمطار. I was watching a program on TV this morning. كنت بتفرج على برنامج في التلفزيون هذا الصباح about gardening عن أعمال الحديقة. Maybe I'll have a new hobby. ممكن يبقى انا عندي هواية جديدة. Reading text number three. As I was, طبعا as جاي بعدها ماضي مستمر, was photographing. You saw once a castle, my brother started crying. أخويا بدأ يعيط. ماضي مستمر ماضي بسيط. We walked around Lisbon and I took lots of photos. احنا مشينا حول Lisbon وخدنا صور كتير. جملتين ماضي بسيط مفيش مشكلة. We went to the shops. رحنا المحلات. They are a bit expensive, but my mom was happy. يعني هم المحلات غالية بس ماما كانت مبسوطة. My uncle met us at the airport. عمي قابلنا في المطار. And drove us to the old part of town. كمان ودانا الجزء القديم من المدينة. It's very quiet and peaceful.
الجو مسالم جدا كده وهادئ. We sailed along the river. احنا بحرنا بطول النهر to see the sun going down. عشان نشوف الشمس وهي بتغرب. It was beautiful. كان الأمر جميلا and very relaxing. وكان مريح جدا. We went to Europe to visit my cousins in Portugal. واحنا أوروبا عشان نزور ولاد عمنا في البرتغال. My uncle decided to take us to a restaurant for lunch. عم قرر إن هو ياخدنا لمطعم عشان نتغدى. He was eating an ice cream. كان بياكل ice cream and a bird stole it. وفي طائر سرق الايس كريم. He was very upset. كان منزعجا للغاية. نفس القصة زي ما بنعمل كل مرة. انتوا هتقرأوا الوركبوك تكست. وانا لما بقول تقرأوا الوركبوك تكست هتقرأوه لان هسألكم برضو. مع التركيز على الكلمات اللي بلون مختلف. زي peaceful. آمن مسالم paradise اللي معناها جنة sunshine شروق الشمس لازم أن يبقى لك دور لازم أن أنت تقرأ وتحاول تفهم بنفسك diving الغوص climbing التسلق alpine mountains جبال الألب وهكذا كل الكلمات اللي بلون مختلف checkpoint number 2 معانا checkpoint number 2 في صفحة 43 معانا اوكي هي يعني ايه isolated isolated يعني مكان معزول منعزل a place which is a long distance from other places ده المكان اللي على بعد مسافه كبيره من اماكن اخرى ancient معناه قديم او اثري something that's very old يعني شيء قديم جدا crowded معناها مزدحم when a place has lots of people لما يبقى في مكان فيه كثير من الناس extant غريب this is unusual and often from a different country ده شيء غريب وفي العادة كده من دولة أخرى modern حديث أو عصري something which is new and connected to the present شيء جديد ومتصل بالحاضر peaceful معناها هادئ أو آمن أو سلمي. Feeling calm إنك تبقى حاسس بالهدوء. Quiet حاسس بالأمان وبالهدوء without any problems دون أي مشكلة. Relaxing معناها مريح. Something that makes you feel relaxed and not stressed. يعني ده شيء الشيء المريح اللي هو اللي relaxing بالING بيخليك relaxed مرتاح. ودايما وأبدا في فرق ما بين الING هو إيه الفرق ما بين relaxing دي وrelaxed دي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان اللي بالاي ان جي في حاجه بتحسسك بالراحه فالصفه اللي في حاجه ثانيه بقى هي ريلاكسنج دي فعل حد يرد عليا ريلاكسنج ديت فعل؟ لا لا مش فعل مش كل كلمه اي ان جي بتبقى فعل مش كل كلمه فيها اي ان جي بتبقى فعل لان ممكن يبقى في كلمه في اخرها اي ان جي وهي صفه زي مريح ممكن كلمة ويكون فيها اي ان جي وتبقى اسم زي swimming السباحة يبقى مش كل كلمة محطوط لها اي ان جي بتبقى فيها relaxing صفة طيب relaxing اللي هي الصفة دي معناها ايه؟ مريح بيجي قبلها الحاجة اللي تخليك تحس انك مرتاح طب خلاص هي الحاجة دي مريحة طب انا حاسس بايه؟ انا حاسس بالراحة اللي انت بتحس بيه بقى الشعور اللي وصلك يبقى انت كده relaxed يبقى الشيء اللي بيريح احط له اي ان جي الشخص اللي بيحس براحه احط له ريلاكس اي دي زي برضه اكسايتد مثير فيها اي ان جي يعني في شيء بيسبب الاثاره والحماس ده something that makes you feel excited ده شيء بيخليك تحس بالاثاره يبقى المسبب اللي بيسبب الاثاره احط للصفه اي ان جي انت بقى اللي بتحس بالصفه حط للصفه معاك اي دي عشان كده قلنا اكسايت يبقى ريلاكس اللي بالاي ان جي دي معناها مريح لما انت تحس بالراحه يبقى انت ريلاكسد بالاي دي اكسايت اللي بالاي ان جي دي معناها مثير في شيء مثير لما انت بتحس بالاثاره تبقى انت اكسايتد معناها انك مسرور بالاي دي برضه اوكي في فرق ما بين child, kid, toddler, teenager, adolescent, youth, adult. أولا child بتساوي kid معناها طفل صغير. The hotel is ideal for families with young children or young kids الأطفال الصغيرين.
Toddler بقى معناها طفل بيتعلم المشي بيحبي. A toddler is a very young child who is just learning to walk. A toddler يعني ده اللي هو الطفل بيتعلم مشي صغير جدا ولسه بيتعلم ازاي يمشي. Teenager بتساوي adolescent معناها مراهق. يعني في سن المراهقة من 13 ل 17 او ل 18 سنة تقريبا. او لحد 20 في بعض المناطق كمان. A teenager is someone who is between 13 and 19 ما بين 13 ل 19. وفي في مناطق تانية ممكن توصل لحد 20 21 يعني. اوكي بس في العادة ما بين 13 ل 19. ده بالنسبة ل adolescent او teenager. Youth شاب. The police had questioned three youth. يعني الشرطة استجوبت ثلاث شباب but then literally released them without charge. بعد كده أطلقوا سراحهم. Adult معناه شخص بالغ. بالغ ده اللي هو من أول 21 سنة كده فيما فوق. The cost of the trip is $60 for adults and $30 for children. يعني التكلفة بتاعت الرحلة $60 للأشخاص البالغين و $30 للأطفال. برضو في فرق ما بين weather و climate و atmosphere. weather معناه الطقس. الطقس ده اللي هو حالة الجو لفترة قصيرة. What is the weather like today? كيف هو حال الطقس اليوم؟ climate معناها المناخ. والمناخ يعني حالة الجو لفترة طويلة. climate is cooler in the east of the country. يعني المناخ أبرد في شرق الدولة. atmosphere ده الغلاف الجو اللي بيحيط بالأرض. These factories, هذه المصانع are releasing toxic gases. بتطلق غازات سامة into the atmosphere. بتطلق غازات سامة في الغلاف الجوي by the way. يبقى weather حالة الطقس لفترة قصيرة. climate حالة الطقس لفترة كبيرة. atmosphere ده الغلاف الجوي. برضو في فرق ما بين underwater كصفة وكحال. يعني underwater دي ممكن تيجي كصفة. عشان جايز تقولوا لي أنا ما أعرفش الصفة بتيجي فين. الصفة دي بتيجي قبل الاسم. والحال بيجي بعد الفعل. يبقى الصفة بتيجي قبل الاسم. الحال بيجي بعد الفعل. الصفة بتوصف حالة. I bought an expensive underwater camera. أنا اشتريت كاميرا تحت الماء. تحت المياه. دي صفة. جاية قبل اسم. يعني underwater جاية قبل كاميرا وكاميرا ديت اسم. لما underwater ممكن تيجي كحال. معناها تحت المية برضو. This is a camera specially designed to be used underwater. هنا underwater جاية بعد used اللي هو فعل. يبقى الاقي اندر ووتر قبل اسم فهي صفه، الاقي اندر ووتر بعد فعل فهي حال. في فرق ما بين ستيل وغاب وغاب. ستيل ممكن يجي بعدها شيء ومعناه يسرق شيئا. He stole money from his neighbors. هو سرق الفلوس من جيرانه. So he went to prison. اتسجن. Stole money. سرق المال. يبقى هسرق شيء اجيب ستيل. هسرق مكان أو هسرق من مكان أو من شخص أجيب رب. They killed four policemen while robbing a bank. هما قتلوا أربع رجال شرطة وهما بيسرقوا البنك. طب قال لي بقى إن ستيل بيجي بعدها الشخص أوف شيء يعني إيه؟ They threatened to shoot him. هما هددوا إن هما يطلقوا عليه النار and robbed him. إيه الفرق بقى ما بين ستيل هنا ورب والاتنين معاهم يسرق؟ ستيل جاي بعدها شيء اللي هو الفلوس انما هوب جاي بعدها الشخص اللي هو هم وبعد كده اوف وبعد كده الشيء يعني هم سلبوه من ممتلكاته بوزيشنز دي يعني الممتلكات يبقى تاني الفرق ما بين ستيل وهوب ستيل معناه يسرق بس بيجي بعدها الشيء هوب معناه يسرق بس بيجي بعدها الشخص وبعد كده اوف وبعد كده المكان يبقى ستيل يسرق بيجي بعدها الشيء هوب يسرق بيجي بعدها الشخص وبعد كده اب وبعد كده الاشياء اللي بيتم سرقها نيجي بقى learn. learn معناها يتعلم. يتعلم دي لها قاعدتين يا اما تجيب بعدها طول مصدر يا اما تجيب بعدها طول مصدر كده صح وكده صح. My wife learned to cook from her mother. زوجتي اتعلمت انها تطبخ من خلال والدتها. أو my wife learned how to cook. يبقى أنت تقول learn to cook. learn to هو المصدر. أو how to cook عادي. كده صح وكده صح. طب نيجي بقى لقاعدة find. أنا عايز الأول بس حد يقول لي يعني إيه كلمة object. حد عارف يعني إيه object؟
مفعول. مفعول. الله ينور عليكم. Object يعني مفعول. طب وadjective؟ صفة. صفة. قال القاعدة الأولانية إن أنت هتجيب بعد find اللي معناها يجد مفعول لا، وبعد المفعول إيه؟ صفة. وبعد المفعول إيه؟ صفة. ده مين بقى؟ ده بعد find. يعني أنا بقول we found. found أهو ما هو الماضي من find found. المفعول her body جسدها. يبقى found ومفعول. الصفة hidden مخفي. مخفي ده hidden. in the bushes في الشجيرة. يبقى القاعدة الأولى إن أنا بجيب بعد find مفعول. ما إحنا لقينا جسدها. جسدها ده المفعول. وبعد المفعول صفة hidden مخفي ما بين الشجيرة. when I reached home لما وصلت البيت I found my father angry. لقيت أبويا غاضب. نفس القصة found جاي بعدها مفعول اللي هو my father وبعد المفعول في صفة اللي هي angry. تمام. يبقى دي القاعدة الأولى لفايند. القاعدة الثانية لفايند إن بيجي بعدها مفعول أول وبعد كده مفعول تاني وبعد كده طول مصدر. يعني إيه؟ has he found. أنا found أهو المفعول الأول himself يعني وجد لنفسه. المفعول الأول ممكن يبقى here وجد لها. المفعول الثاني ممكن يبقى someone وجد لشخص. يبقى found himself وجد لنفسه ده المفعول الأول. أو found here وجد لها ده برضو المفعول الأول. أو found someone عفوا وجد الشخص. فالثلاثة دول مفعول أول. ففين المفعول الثاني؟ a place مكان. يعني هل هو وجد لنفسه مكان؟ يبقى himself ده مفعول أول. here ده مفعول أول. someone ده مفعول أول. المفعول الثاني المكان. تقول لفينيا هل وجد لنفسه مكان يعيش فيه؟ يبقى القاعدة الأولى إن find بيجي بعدها مفعول وصفة. القاعدة الثانية إن find بيجي بعدها مفعول أول وبعد كده مفعول ثاني وبعد كده to المصدر. القاعدة الثالثة إن أنا أجيب بعد find that و the study found that. الدراسة اكتشفت أن men who were married live longer than those who were not. الناس اللي بتتجوز بتعيش أكتر من الناس اللي مش بتتجوز. بصوا بقى كلمة water كلمة ما بتتعدش وما بتاخدش ذهب. ما بتاخدش ذهب. الكلام ما بتتعدش وما بياخدش ذهب. طب ليه هنا واخدين ذهب؟ قال لي لأني أنا عارف أنا بتكلم عن مية محددة. يعني الطقس كان جميل قضينا معظم الوقت في الماء عشان كنا في فندق يبقى دي مية الفندق. عشان كده ما دام حددت يبقى بجيب ذهب. So بتيجي قبل الصفة معناها جدا جدا يعني it's so relaxing. الجو كان مريح جدا. وطبعا احنا قلنا ان underwater هي صفة تسبق الاسم مفيش فيها مشاكل على الاطلاق. بصوا بقى he grows all his own vegetables. هو بيزرع الخضروات. he says it's cheaper. هو بيقول ان ده ارخص. هو ايه اللي ارخص؟ ان هو بيزرع الخضار اللي هي زراعة الخضروات growing his own vegetables. يعني الـ ATD مكان growing his own vegetables اللي هو زراعة الخضروات بتاعته. عشان تبقوا انتوا عارفين الـ ATD جاية منين. كلمة little معناها صغير. my little brother اخويا الصغير. اوكي. سي بيجي بعدها مفعول وبعد كده فعل في اخو ing. to see the sun going down انك تشوف الشمس بتغرب. بس شفت جزء من الحدث. سي مفعول و ing. he was eating an ice cream. طبعا ده اختصار ice cream cone اللي هو وحدة ice cream. اللي check point ده واجب اللي هو صفحة 46 47 واجب 48 واجب بس لحد 48 حضرتك تقول الصبح تاني من الاخر للاول 48 47 46 48 47 46 و 43 تمام ومعانا كمان يبقى 40 و 43 من اول 46 بقى وانتوا طالعين لحد قبل الجزء بتاع الجرامر. في حاجه غامضه يعني من 40 لحد 47
لحد قبل لحد اخر حاجه انا معلم عليها. حاجه جامده. لا تمام شكرا. هو بتحط الكتاب على الشفات كمان زي ما انت قلت صح؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه يا محمد؟ او ايه كلمات انا احفظها، اي كلمات انا احفظها زي ما حضرتك قلت وهتسمعها زي ما انا قلت بنفس الترتيب صح؟ بالكلمات اللي انا هقولها لكم الماضي. تمام جزاك الله خير. ممكن حضرتك تروح عند التعريفات؟ واحد ايه؟ ممكن حضرتك تروح عند التعريفات لان انا عندي سؤال. ماشي اروح عند التعريفات طبعا. اهي اسال. ممكن حضرتك تنزل كمان؟ هي بتبقى كلمتين شبه بعض و... حضرتك انزل. اقول اسال. ممكن حضرتك تنزل شويه؟ انت انزل تاني اللي هما بقى انت عايز التعريفات ولا عايز الملاحظات؟ صفحه 3 وما بين تقصدي؟ ريلاكسن وريلاكسد؟ لا اللي تحتها. ايه بقى؟ هو المراهق انا مش فهمتها الصراحه. المهم ده بني ادم عنده من 13 ل 19 سنه بس. لا ما انا فاهمه دي، لكن ايه تينيجر هما الاثنين نفس المعنى؟ يعني هما الاثنين دولت كلمه مراهق، يعني زي ما في تشايلد وكده طفل صغير، تينيجر وادلسن ده مراهق. طب مستر ايوه انا اقدر احفظ بس كلمه واحده منهم، يعني احفظ تينيجر وخلاص؟ ده الاكثر شيوعا، بس بقى ده بالك من ادلسن بامبر اللي ممكن يجيبها لي. هي ايه الاكثر شيوعا؟ التينيجر هي اكثر شيء، يعني هتلاقي مستخدمه معاكي اكتر ودي بتقابلك في التدريبات اكتر، بس ادلسن لازم ابقى عارفها. تمام بس واشوفكم على خير بقى المره اللي جاي عشان انا عندي شغل تاني بعده. طب يلا يا عمر ولا يلا يا فاطمه بسرعه. ها هو الملاحظات ده حفظ ايه والتعريفات؟ لا مذاكره مش حفظ، كلمات حفظ بس دي مذاكره نفهمهم بس. تمام ماشي يلا. جزاك الله كل خير يا مستر. واياكم واياكم يا رب ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.